والآن مع فئة اليرلين كولتس وبطولة بطل الأبطال. ما شاء الله تبارك الله. والآن تعرض الأمهار أمام لجنة التحكيم.
This program is offered by شلون القلوب يا جمهور البطل البرونزي رقم 67 ايتي نوح ايوه البطل الفضي سيلفر شامبيون نمبر 66 مميز الليال والبطل الذهبي هذا يحتاج قلب ذهبي رقم 58 محارب المهنا ألف مبروك للفائزين في هذه الفئة البطل البرونزي 67 ايتي نوح البطل الفضي 66 مميز الليال والبطل الذهبي 58 محارب المهنة
يتفضل السيد جابر المري عضو لجنة جمال خير بتتويج بطل الأبطال أو فئة بطل الأبطال.